اليوم مثل ما ذكرت مشاهدينا في بداية الحلقة راح نتكلم عن موضوع جدا شيق اللي هو الفانغ شوي أو طاقة المكان، وبالتحديد مثل ما ذكرت بنحصرها في غرف نوم الأطفال. هذا الغرفة اللي تعتبر عالمهم الصغير، مكان دراستهم، مكان نومهم. هل بالفعل إن وجود أشياء في أماكن غير صحيحة تأثر على طاقتهم، على شخصيتهم، على مستواهم الدراسي؟ راح نتعرف على كل هذه الأمور مع مدربة صحة نفسية دكتورة هدى حبيب. مساء الخير ومساء الطاقة الإيجابية دكتورة. شكرا، مساء النور، وأنا سعيدة باستضافتكم لي. ونحن أسعد. السؤال اللي يطرح نفسه الحين الواحد يقول الله يرحم أيام هواشك قبل في البيت، تقريبا 10 أو 5 أشخاص، 6 أشخاص أطفال يرقدون في حجرة واحدة وطاقتهم ما شاء الله كانت عالية. الحين هل فعلا يعني أن كل طفل إذا مثلا سوينا صممنا له غرفة خاصة فيها مثلا ألوان معينة أو عالم معين خلينا نسميه، هل هذا يؤثر في طاقة الطفل؟ نعم، خلينا نوضح أول شيء شنو طاقة المكان. طاقة المكان هي عبارة عن الألوان، عن الماتيريالز اللي مستعملة في المكان هذا، وتنقسم عنا في الكون 5 أقسام اللي هي عنصر النار والتربة والمعدن والماي والشجر. هو عبارة عن الرموز الموجودة حوالينا، نقدر نصنف هذه الغرفة هل فيها 5 عناصر أو فيها 2 أو 3 من خلال الألوان والأشياء اللي موجودة. أحب بالنسبة للأطفال، طبعا في وايد أشياء في غرفة الطفل تأثر عليه، سواء كانت من الاتجاهات أو الماتيريالز اللي مستعملة أو كمساحة، حتى كغرفة الطفل أو كمساحة بعد، حتى المساحة إيه؟ هذه كل الأشياء مهمة، بما أن طاقة الطفل وايد حساسة فنحن المفروض نراعي كل هذه الأشياء. نعم. فيها طيب مثل ما ذكر وليد، يعني صراحة السؤال أحييك عليه، ما يا في بالي أسأل هالسؤال، أن الحين إذا كان يعني المكان مقسم حسب طاقة المكان ويعني القوانين الموجودة في هذا العلم، ولكن عدد الأطفال اللي ينامون في هذه الغرفة نوعا ما يعني ما متناسبة ويا المساحة، فهل كذي راح يستوي نوع من عدم التوازن؟ هو ما يستوي.